الشباب الصاعدين. الآن أوجه إلى الشباب الصاعدين أن يحضروا المرأة بدري ويحضروا التمارين بدري ويسمعوا كلام المدرب وخطط المدرب وكلام يحط شعر النصر أكيد. أستاذ محمد شايف مباراة أمس، والله مباراة كبيرة وممتعة الصراحة، يعني استمتع الجمهور أكثر من اللي جو في الملعب. كنت تتوقع بعد التعادل الفوز؟ والله خلاص قلت التعادل، أنا توقعت أن المباراة انتهت، لكن فضل من الله ما يصح. ثم فهد دخل لكم الكرة الباب، أقول الحارس دائما يخطأ، المباراة أخطأ الكرة كذا، إذا ما في أخطاء ما في فوز يعني. شكرا لك على المقابلة. أمس أديت مجهود جيد لكن خسرت المباراة، السبب؟ والله السبب ضعف في اللياقة، تعرف من قطع سنة كذا وجاي فجأة. الحمد لله على كل حال النصر. الله استاذ سامي والله هذه فنة تمضي فيها لجنة الحكام وتقيم الحكام. والله بالنسبة قيمنا وقالوا إن لا كان من نجم المباراة اليوم. والله هذا شرف لي وإن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل. من الفاز؟ من ناصر. من الفاز؟ من ناصر. براسر. أحمد الزغبي. والله مباراة ممتازة جدا صراحة، أنا الطرحين ما استمتعنا بالأهداف. يعني لاحظنا بعض اللعيبه تكلمنا عن تقدير الحكام من اول مباراه في الدوري، ما رايك بالله؟ هل كان التحكيم جيد؟ والله تقدر تقول جيد جدا. ما رايك في الانتقادات؟ توصيف ونترك الانتقادات؟ والله الانتقادات اداره داخليه وحفيه. والله ما ادري انها تكون حفيه قبل كل شيء يعني، بغض النظر عن الفائز والخاسر. احنا قصدنا من التجمع هذا انه يكون تجمع قوي وكذا ونجمع الشباب. وبرضه ننظر الى بعض الشباب الجدد. كابتن مصر رايك في المباراه؟ والله يعني مباراه جدا حلوه. الشوط الاول يعني كان الشوط الثاني يمكن يعني وجود بعض التغييرات يعني تغيرت مجرى المباراه، والحمد لله يعني قدرنا نسترد المباراه في اخر او في الانفاس الاخيره.